السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. مستمعينا الكرام، لا ينقضي عجب المؤمن من فتنة الدنيا لأهلها مع علمهم بخداعها لهم، ومع جزمهم بنهايتها العاجلة وأنها مجرد شهوة يعقبها حسرة. ولذلك وصف الله الدنيا بأبلغ عبارة لم تبق للمرء شكا في حقارة الدنيا، وأنها غرور وسراب زائل. قال الله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. مستمعين الكرام، هل بعد هذا الوصف يحتاج المسلم للتحذير من الدنيا؟ قد حصر الله الدنيا في أشياء خمسة: لعب، لهو، زينة، تفاخر وتكاثر، ثم ضرب لها المثل: غيث إذا نزل على الأرض الميتة ثم أنبتت ثم اصفر نباتها ثم تحطم وصار هشيما تذروه الرياح. وختم القول ببيان من هذه حاله بأنه متاع الغرور، يعني زاد المغرورين المنخدعين. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو، لعب كلعب الصبيان، ولهو كلهو الفتيان، وزينة كزينة النسوان، وتفاخر كتفاخر الأقران. يقول علي رضي الله عنه: لا تحزن على الدنيا، فإن الدنيا ستة أشياء: مأكول ومشروب وملبوس ومشموم ومركوب ومنكوح، فأحسن طعامها العسل وهو بزقة ذبابة، وأكثر شرابها الماء يستوي فيه جميع الحيوان، وأفضل ملبوسها الديباج وهو نسج دودة، وأفضل المشموم المسك وهو دم فأرة، وأفضل المركوب فرس وعليها يقتل الرجال. ولهذا كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا عيش المساكين، لم يركن لها، ولو شاء لصار ملكا من ملوكها، ولكنه رفض ذلك. عاش عيش الزهاد في الدنيا، بل هو إمامهم صلوات ربي وسلامه عليه. كان زهده في الدنيا زهد من علم فناء الدنيا وسرعة زوالها وبقاء الآخرة وما أعده الله لأوليائه فيها من نعيم مقيم وأجر عظيم، فرفض صلى الله عليه وسلم الأخذ من الدنيا إلا بقدر ما يسد الرمق، فآثر حياة الزهد، وخيره ربه بين أن يكون ملكا رسولا أو عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا، يشبع يوما ويجوع يوما، حتى لقي الله عز وجل زاهدا في الدنيا مترفعا على متاعها. مستمعين الكرام، جلس جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى السماء فإذا ملك ينزل، فقال له جبريل: هذا الملك ما نزل منذ خلق قبل الساعة، فلما نزل قال: يا محمد، أرسلني إليك ربك، أملكا أجعلك أم عبدا رسولا؟ فقال له جبريل: تواضع لربك يا محمد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل عبدا رسولا. وإذا تأملنا بيت وحياة النبي صلى الله عليه وسلم رأينا عجبا، فبيته من طين متقارب الأطراف داني السقف،
ينام فيه صلى الله عليه وسلم على الحصير حتى أثر في جنبه، وربط الحجر على بطنه من الجوع، وهو رسول الله وصفوته من خلقه، وهو خير خلق الله. عائشة رضي الله عنها كانت تقول: ما شبع محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو الذي كان يقول: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. مستمعينا الكرام، هذه الدنيا مصائب ورزايا، هذه الدنيا محن وبلايا، آلام تضيق بها النفوس، مزعجات تورث الخوف والجزع. كم في الدنيا من عين باكية، كم في الدنيا من قلب حزين، كم في الدنيا من الضعفاء والمعدومين، قلوبهم تشتعل، دموعهم تسيل، هذا يشكو علة ومرض، وهذا يشكو حاجة وفقر، وآخر يشكو هما وقلق. عزيز قد ذل، غني افتقر، صحيح مرض، وآخر يشكو ويئن من ظلم، وآخر مسحور، وذاك مدين، وآخر مبتلى بالإدمان والتدخين، وآخر أصابته الوساوس الشيطانية. تلك هي الدنيا، تبكي وتضحك، تجمع وتشتت، شدة ورخاء، سراء وضراء. يقول الله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. والمضطر الذي أخرجه مرض أو فقر أو نازلة من نوازل الدهر إلى اللجوء والتضرع إلى الله، هذا هو المضطر. يا عبد الله، تذكر أنك في محنتك هذه مضطر، والمضطر وعده الله بالإجابة. حتى وإن كنت فاسقا، فإذا كان الله أجاب دعوة المشرك عند الاضطرار، فإن إجابته للمسلم مع الذنوب مع تقصيرهم من باب أولى. أصحاب الحاجات، الناس المرضى، المدينون، المكروبون، المظلومون، المعسرون، المهمومون، الفقراء والمحرومون، الذي يبحث عن السعادة، الذي يشكو العقم ويبحث عن الذرية، الذي يريد التوفيق في الدراسة والوظيفة، الذي يهتم لأمر الناس، الذي هو محتاج، الذي ضاقت عليه الأرض بما رحبت، أقول لكم: لماذا لا نشكو إلى الله أمرنا؟ وهو القائل: ادعوني أستجب لكم. لماذا لا نرفع أكف الضراعة إلى الله؟ وهو القائل: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لماذا ضعف الصلة بالله؟ لماذا قلة الاعتماد على الله؟ وهو القائل: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. أيها المؤمن، يا صاحب الحاجة، ألم تقرأ في القرآن قول الحق عز وجل: فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون؟ فأين نحن من الشكوى والتضرع إلى الله؟ أين نحن من الإلحاح على الله؟ سبحان الله، ألسنا بحاجة إلى ربنا؟ أنعتمد على قوتنا وحولنا؟ والله لا حول لنا ولا قوة إلا بالله، والله لا شفاء إلا بيد الله، ولا كاشف للبلوى إلا بالله، ولا توفيق ولا فلاح ولا سعادة ولا نجاح إلا من الله. جاء رجل إلى مالك بن دينار فقال له: أنا أسألك بالله أن تدعو لي، فأنا مضطر. فقال له مالك بن دينار: ألست مضطرا؟ قال: بلى. قال: فادع أنت، فإنه يجيب المضطر إذا دعاه. مستمعينا الكرام، إن الله تعالى قد ذم من لا يستكين له،
ولا يتضرع إليه عند الشدائد. وانتبه أيها المسلم، لا بد من الضراعة والاستكانة لله عند الشدة، كما أخبر الله: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. والمعنى، لو أنهم استكانوا لربهم وتضرعوا لكان أمر آخر. كيف تريد الشفاء؟ كيف تريد انكشاف البلاء وأنت تطلبه من المخلوقين مثلك ضعفاء؟ يقول ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه نور الاقتباس: قرأت في بعض الكتب المنزلة يقول الله عز وجل: عبدي يأمل غيري للشدائد، والشدائد بيدي، وأنا الحي القيوم. عبدي يرجو غيري ويطرق بابه بالبكرات، وبيدي مفاتيح الخزائن، وبابي مفتوح لمن دعاني. من ذا الذي أملني لنائبة فقطعت به؟ من ذا الذي رجاني لعظيم فقطعت رجاءه؟ من ذا الذي طرق بابي فلم أفتحه له؟ أنا غاية الآمال، فكيف تنقطع الآمال دوني؟ أبخيل أنا فيبخلني عبدي؟ أليست الدنيا والآخرة والكرم والفضل كله لي؟ فما يمنع المؤملين أن يؤملوني؟ ولو جمعت أهل السماوات والأرض ثم أعطيت كل واحد منهم ما أعطيت، ما أعطيت للجميع، وبلغت كل واحد منهم أمله، لم ينقص ذلك من ملكي عضو ذرة. وكيف ينقص ملك أنا قيمه؟ فيا بؤسا للقانطين من رحمتي، ويا بؤسا لمن عصاني ووثب على محارمي. مستمعينا الكرام، إن الله يحب أن يسأل ويغضب على من لا يسأله، فإنه يريد من عباده أن يرغبوا إليه ويسألوه ويدعوه ويفتقروا إليه، ويحب الملحين في الدعاء وينادي كل ليلة: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ أين المضطرون؟ أين أصحاب الحاجات؟ أين من وقع في الشدائد والكربات؟ كان أحد الصالحين يدعو فيقول: اللهم يا من يغضب على من لا يسأله، لا تمنع من قد سألك. وكان آخر يقول: من مثلك يا ابن آدم؟ متى شئت تطهرت ثم ناجيت ربك، ليس بينك وبينه حجاب ولا ترجمان. وسأل رجل بعض الصالحين أن يشفع له في حاجة إلى بعض المخلوقين، فقال له: أنا لا أترك بابا مفتوحا وأذهب إلى باب مغلق، أي أنني لا أترك باب الله المفتوح وأذهب إلى الأبواب المغلقة، أبواب المخلوقين. هكذا فلتكن ثقتنا بالله، وليكن توكلنا على الله. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.